ليه بقول بقى ان الخضار المطبوخ او دايما الخضار كله الملون والحاجات دي، خليني اقول انه بتبقى الخليه كويسه. يعني لو انا مسكت مثلا فلفل الالوان ده هعتبره طماطم، مش او خليه فلفل الالوان. خليه فانا سبت فلفل الالوان ده في حر وحطيته في مكان مش نظيف، ويعني حطيته في انفايرمنت هيدبل ويبوظ والدنيا مش كويسه، فطبعا هيدبل وهيبوظ ويحصل له مشاكل بعد كده. هي نفس الحاجه الخليه بتاعت السرطان، لو انا سبت الخليه وما غذيتهاش مظبوط وفضلت اشرب سجاير كتير او فضلت ان انا اكون بتعرض لحاجات في الجو مش نظيفه، او اني اكون بقلي الاكل او بعمل الحاجات كلها الضاره والغلط في الاكل، كل الحاجات ديت بتطلع حاجه اسمها فري راديكلز. الفري راديكلز دول حتى لو بستخدم الزيت مره واحده، حتى لو قليتيه مره حاجه، هو الزيت ده بيأكسد الاكل، اسمها الاكل المؤكسد. فهو ده لما الاكل بيتأكسد بيحصل انه بيخلي انه الخليه نفسها تبعت الفري راديكلز دول اللي انا بسميهم الناس المش حلوين. فمين بقى اللي هيجي ويسرق ياخدهم ويطير بيهم بره؟ هو الخضار. فهيخلي انه الحاجات اللي بتطلع الوحشه من الخليه نفسها عشان ما تكبرش ويحصل ورم، فهتيجي الخضار هتيجي فيها مضادات للاكسده اللي موجوده في كل الالوان. عشان كده بقول الخضار المطبوخ مهم، مضادات الاكسده اللي موجوده في الخضار الملون هتيجي تسرق الناس الوحشه وتطير بيهم، فالخليه هتفضل كويس. هل في اكلات بعينها زي ما بيقولوا برضو بتبقى زي ما احنا بنقول دي بتمنع، في اكلات بعينها بتزود زي مثلا يقولوا السكريات طبعاً. الحاجات اللي بتزود جدا من النمو بعد الشر الامراض اللي زي دي؟ طبعا الخليه هي بتتنفس، هي خليه في الجسم، فهي بتتنفس وبتاكل وبتشرب. فلو انا اديت لها سكريات كتير هتكبر، لو انا اديت لها املاح كتير برضو هتكبر، لو انا افورت او زودت قوي في كميه النشويات بتاعتي برضو هتكون بتكبر. ففكره اني اكون بخلي بالي جدا من الكميه اللي انا بحطها في الوجبات بتاعتي، وكمان اني اكون بخلي بالي من نوعيات الاكل بتاعتي مهمه جدا. طيب انت جايبه لنا النهارده من الفواكه اللي انت جايباها الموز. انا ليه قلت موز؟ عشان الموز فيه بوتاسيوم. البوتاسيوم اللي موجود جوه الموز عاده الناس اللي بيكون عرضه او بيكون عندهم سرطان عامه بيحصل انه بيجيلهم كرامبس او بتكون عندهم تشنجات كتير لانه العضل بتاعهم بيكون شويه ضعيف. فعشان كده لما بما ان العضل بيكون ضعيف فانا بحب اني اكون بجيب حاجه تكون بتقوي شويه او ما تخليش انه العضل ضعيف. طب ايه تاني غير الموز من الفواكه؟ الفراوله كويسه قوي، الحاجات الحمراء بقى، الفراوله، الباريز، الحاجات الحمراء كلها طبعا، الحاجات الحمراء اللي بتجري على الدم فبتزود. يعني احنا خضار او فاكهه الوان طبعا. انا حاولت الم شويه حاجات صغيره بس مش هقدر الم كتير. انا جايبه بيض كمان لانه بروتينات عشان الخساره بتاعت العضلات. ودول من اهم الهيربز، اهم الاعشاب اللي المفروض يكونوا بياخدوهم او المفروض نكون بناخدها دايما عشان نبعد عن الحاجات. هو الكركم ملوش ريحه صح ولا انا عارفه من لونه. لكن هو ملوش كركم مغذي جدا ومغذي جدا للعظم. دايما بنقول الكركم للناس عندها مشاكل في العظم او الناس عندها روماتويد ده كويس قوي ليهم. حاجه ثانيه غير الكركم؟ كاري. برافو عليكي والله. هايله جماعه هايله. طب الجنزبيل والزعفران طبعا. الكركم كويس قوي للعظم وللجسم ولكل حاجه. ازاي بقى بتحطي على الاكل ولا بتغليه زي المشروبات؟ بتحطيه على الفراخ مثلا وانت بتتبليها بس ما تحطيش كتير عشان ما تغيرش لون. او ممكن احطها في الرز برده بكميه قليله برده عشان ما يغيرش لون. الزعفران ممكن برده يلا احطه في الوجبات بتاعتي، او اني اكون بشرب. في ناس تحب تشرب الكركم، في كركم وجنزبيل مع بعض. الزعفران يتحط على الشاي بيبقى لطيف، الشاي حلو قوي. او الجنزبيل يجنن وبينزل ميه زياده من الجسم.